السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا ياسر البراك، وأخيرا مع الحلقة 50 لشو نيوز. كنا على مدار 50 حلقة ننشر لكم الأخبار. صراحة ما استوعبت أننا وصلنا لهالرقم إلا لما أرسلت وجدان رقم الحلقة. كنت أسوي الحلقة على البركة وما كنت منتبه قديش وصلنا. على كل حال، استمرار السلسلة كان بفضل الله ثم بفضلكم، وفضل وجدان على استمرارها بإنتاج وإعداد الحلقات. شكرا لكم وعقبال إن شاء الله 50 حلقة الأخرى. والآن خلونا نبدأ في خبرنا الأول. تم الإعلان عن حصول أنمي موهيو أندروجي على موسم ثاني من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. وقصة الأنمي كانت كالتالي: هل وقعت ضحية لروح لا ترغب بها؟ هل هنالك شبح تحتاج لإرساله بعيدا أو إسقاطه ليحترق للأبد؟ إذا كانت إجابتك بنعم، فإذا أنت بحاجة لموهيو وروجي الخبيران في القوانين السحرية وتقديم الأرواح الشريرة إلى العدالة، هو تخصصه. استوديو دين تولى إنتاج الموسم الأول مع المخرج نوبوهيرو كوندو، ومنسقة القصة ياسويوكي سوزوكي، ومصمم الشخصيات كيوشيرو كاوانا. تم عرض الموسم الأول في 13 من أغسطس عام 2018 وتكون من 12 حلقة. في خبرنا الثاني، كشف الموقع الرسمي لأنمي شوكيجيكي نو سوما عن صورة جديدة بالإضافة إلى العرض الدعائي للموسم الرابع والقادم في أكتوبر. المؤلف أعلن في الأسبوع الماضي بأن المانجا ستنتهي خلال 3 فصول، إلى أنها ستنتقل إلى مجلة جمب جيجا الشهرية لتنتهي هناك. المانجا بدأ نشرها في عام 2012 وتم نشر مجلد 34 في 4 أبريل. كما حصلت المانجا على أنمي مكون من 3 مواسم و5 أوفات من إنتاج استوديو جيس السف. في خبرنا التالي، كشف الموقع الرسمي لأنمي بوكو هيرو أكاديمية عن عرض جديد للموسم الرابع من الأنمي والمقرر عرضه في 12 أكتوبر. بوكو هيرو من أكثر الأعمال المنتظرة، كقارئ مانجا بنتظر حتى أشوف إبداع بونز بالإنتاج ككل موسم. كشف الموقع الرسمي لأنمي سومالي توموري نو كاميساما والمقتبس من مانجا تحمل نفس الاسم عن تأجيل عرض الأنمي إلى شهر يناير من العام القادم. يذكر أن المانجا نشرت ابتداء من 2015 وصدر لها 5 مجلدات حتى الآن. القصة تقع أحداثها بعد حرب بدأ بعدها البشر بالتناقص بشكل كبير، ثم تتم معاقبتهم من قبل السحرة غير البشر، وعندها يصبح مشاهدة البشر من الأمور النادرة، حيث أصبح العالم يعج بالأرواح والوحوش والحيوانات الناطقة. طاقم العمل كان كالتالي: الأستوديو ستيت لايت ومن أعماله لوغ هورايزن، والمخرج كينجي ياسودا ومن أعماله هاكتا تونوكوتسو رامينز، ومنسق القصة هو إيكوكو إيتو. في خبرنا التالي، كشف الموقع الرسمي لفيلم كيميتو ناميني نوريتارا للمخرج الرائع مساكي يواسا عن عرض تشويقي للفيلم والمقرر عرضه في 21 يونيو. كما أعلن عن تواجد ريكو يوشيدا ككاتبة، وهي كاتبة باكومان، والملحنة ميشيرو أوشيما. الفيلم سيكون رومانسي يجمع ما بين رجل إطفاء وراكبة أمواج، وكشف يواسا بأن الفيلم سيحتوي على العديد من المشاهد المثيرة مع عناصر متناقضة من الماء والنار. الفيلم ستدور قصته حول هيناكو التي دخلت الجامعة للتو وانتقلت إلى مدينة ساحلية. هي تحب ركوب الأمواج لكنها غير واثقة من مستقبلها. عندما ينشب حريق في المدينة، تقابل هيناكو رجل إطفاء شاب يدعى مينتو، وكلما أمضيا المزيد من الوقت يزداد إعجاب هيناكو بمينتو الذي يكرس نفسه لمساعدة الآخرين. كما احتلت هيناكو مكانة خاصة في قلب مينتو. رأي وجدان كان كالتالي: متشوقة لرؤية هذا الفيلم، التحريك والرسم لهم طابع خاص وجديد مختلف عن أي أنمي آخر. بالنسبة لي فالطابع جميل والرسم حلو، قريب من فيلم الفتاة التي قفزت عبر الزمن، ولو أنها أقرب لأنمي ديفل مان كراي بيبي، واللي أخرج نفس مخرج هذا الفيلم ماساكي يواسا. المخرج ممتاز كتحريك وتصوير، لذلك من هالناحية ما بنقلق إن شاء الله. من خلال مقابلة أجراها بودكاست بليك أند سبنسر جيت جامبد مع المؤدي إريك فالي مؤدي يوكي في النسخة الإنجليزية، ذكر خلالها بأن الأنمي الحالي من فروتس باسكت سيمتد إلى 63 حلقة. المقابلة تم إجراؤها في معرض أنمي سنترال في ولاية إلينويز الأمريكية، وقال السيد إريك بأن القصة سيتم اقتباسها بالكامل على مدار 63 حلقة بالمجمل. الأنمي بدأ عرضه في 5 أبريل ويعتبر الموسم الأول من السلسلة. مانجا فروتس باسكت تم نشرها في عام 1998 وانتهت في عام 2006 وحصلت على أنمي عام 2001. السيدة ناتسوكي تاكويا مؤلفة المانجا كانت قد طلبت من المنتجين أن يكون طاقم العمل للأنمي الجديد مختلف كليا عن الأنمي القديم، كما طلبت منهم أن لا يقتبسوا رسمها في الأنمي وأن يقوموا باتخاذ أسلوب رسمي للأنمي مختلف عن المانجا. الفترة الأخيرة شفنا إعادة إنتاج أنميات قديمة، سواء نسخ لاصق عن القديمة أو مع تغيير في أحداثها، مثل فروتس باسكت ودورورو، هانتر فين 11، سفينة الفضاء ياماتو اللي كان يعرض عندنا باسم نسر الفضاء، وهذا شيء إيجابي لا سيما للأنميات القديمة اللي توقفت وما استكملت. كذلك في أنميات فعلا يحتاج نرجع ونشوفها وننعش حواسنا القديمة فيها، لكن في بعض الأحيان يجيبوا العيد بالأنمي لا سيما من ناحية الرسم، مثل ما صار مع الجزء الجديد للنمر المقنع أو زي ما شفنا بالعرض الدعائي لجراندايزر. ختاما، هذه كانت أخبار الأسبوع الماضي. لا تنسوا أن تشكروا جدان على هذه الحلقة. أنا ياسر البراك، ولا تنسونا من اللايك والسبسكرايب، ونشوفكم.